بشكرهم جدا طبعا على التكريم، وبقول ان التكريم من اجمل اللحظات اللي الفنان بيحس فيها ان الناس بتقدره، ان الناس بتقوله شكرا على المجهود اللي عمله، ويعني بتبقى لحظات لا تنسى يعني، وبتبقى حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا. يا رب ان شاء الله نفسي اقدم حاجه مهمه للناس، اقدم مسلسل زي استاذ رئيس قسم، ويمكن يعني لو لقيت حاجه طبعا احسن. بتمنى ان يحصل هدوء وسلام في جميع انحاء العالم والوطن العربي. بتمنى ان مصر تتقدم اكتر من كده، بتمنى الناس تحط مصر دايما في المقام الاول، وتبقى هي بالنسبه لهم اهم حاجه، وتعبيرهم عن ده يبقى بالعمل وبعدم الالتفات لاي فتنه او اي شغب. اتمنى ان يحصل تحسين لصوره الاسلام في 2016، لان الاسلام بريء من كل اعمال العنف والدم اللي حصلت. والله ما نفسيش شخصية معينة، يعني أنا كل مرة بيجيني شخصية بتفاجئ إنها حلوة وإن نفسي أقدمها، نفسي أقدم حاجة جديدة، حاجة مختلفة، نفسي أقدم عمل استعراضي غنائي، في غنى وفي تمثيل وفي استعراض. لا بص أنا أقول لك على حاجة، في حاجات أنا ما ببقاش مؤمنة بيها استحالها أمثلها. يعني في حاجات مثلا أنا ضد مبادئي في الحياة العادية، أنا مش عارفة أمثلها، لأنه أنا بعتبر نفسي أنا بعمل سي في يعني هيتسجل وهيبقى موجود للناس، في مواقف ضد أخلاقياتي أو ضد قناعاتي أنا مش هقدر أعملها. كل سنة وأنتم طيبين، سنة سعيدة عليكم يا رب. يا رب كل واحد نفسه في حاجة يسعى لتحقيقها وتتحقق. ربنا يخلي لكم أولادكم ويخلي لنا مصر. كل سنة وأنتم طيبين.